لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية خوش ہو جا کہ سبحان اللہ زور سے کہہ دا سبحان اللہ شیخ خوش ہو انشاءاللہ ماشاءاللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله هو الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون الله أكبر هو الله
ہاں